ذاك الكلب فعل حسنا بهربه، كان محظوظا. اذا ما زال حيا. يا لك من ولد سيء، تقلقنا دائما. لن ادعك تصعد الى الجبل ابدا. انتظري يا انجلينا، لا احب الاصطبل، لا احب. تاكل الليل بسبب سلوكك، مفهوم؟ أنجلينا، لست مضطرة للمبالغة هكذا. أنت أفسدت سيباستيان، إذا لم أعامله هكذا فلن يفهم أبدا. لكن أتريد الدخول إلى الإسطبل أيضا؟ لا شكرا شكرا. كم هذه أنت سيباستيان؟ لا فائدة. لا تبكي يا بوتشي، لا تبكي. هل فعلا هرب بال دون أن يصاب؟ لا يمكننا فرض السلام إذا بقي الكلب الشرير حرا. سنطارده بفرق مزدوجة. كما قلت سابقا، ستحصلون على جوائز مالية إذا استطعتم قتل الكلب الأبيض الشرير. مفهوم أيها الرجال؟ نعم نعم. الجائزة المالية ستكون لنا. صحيح، يجب أن نجده بأنفسنا. هل نذهب معا؟ حسنا. أنجلينا، أنجلينا، هل خرج سيباستيان ثانية؟ لا تقلق، أنا منتبهة عليه جيدا ولن أدعه يخرج. حسنا، يجب أن لا تدعي يصعد إلى الجبل ثانية، لأن الناس منزعجون كثيرا من الكلب الشرير. لا داعي لأن تقلق أبدا، سيباستيان محجوز. فهمت، أين هو الآن؟ في الإسطبل. ولماذا؟ عاقبته بحجزه هناك، رضي بذلك وهو هناك جالس بهدوء. ماذا تفعل سيباستيان؟ لا أعلم. توقف أمسكتك. أنجلينا، هل تسمحين لي بالخروج ثانية؟ طبعا لا، سوف تبقى هنا إلى الأبد. ارتحنا كفاية، لنذهب، المفوض سينزعج. أنت على حق. سأذهب من هذه الناحية. وأنا سأذهب من هذه الناحية. بصراحة أتمنى أن لا ألتقي بالكلب الأبيض. تبدو تعبا جدا، ما بك؟
التقيت الكلب الأبيض الشرير في الجبل. ماذا؟ الكلب الأبيض؟ نعم، لكن هذا الكلب قد لا يكون شريرا. ليس كلبا شريرا. لم يهاجمني عندما رآني. جو، لماذا جازفت بحياتك؟ ذلك الكلب أنقذ حياتي. قد يكون لطيفا كما قال سيباستيان. أنت أيضا جائع، أعرف. سامحك الله يا أنجلينا. هل أنت صاحي يا سيباستيان؟ جدي، جدي، ماذا تفعل يا جدي؟ لا شيء، لا شيء. أنت تريد إخراج سيباستيان، أليس كذلك؟ لا لا لا، سوف تفسده بمعاملتك هذه. لماذا أنت هنا وماذا تفعلين؟ أنا في الحقيقة جئت لأرى إذا كان سيباستيان عاقلا أم لا. الأفضل أن تعود إلى السرير فأنت تعب. لما لا، تصبحين على خير. ما هذا؟ ألا تعرف الساندويش؟ أعرفه لكنني لا أريده. لم أحضره لك بل لبوتشي يا ذكي. اسمع، لم أسامحك بعد على ما فعلته، فهمت؟ لا تنسى ذلك، مفهوم؟ ألا تريد أن تأكل ما أحضرته لك أنجلينا؟ ألا تريد؟ تريد أن تأكل؟ لن يكون طعمه جيدا، أراهنك. إذن كل لوحدك، أما أنا فلن أكل أبدا. بوتشي، إذا أكلت بسرعة ستصاب بعصر هضم. معدتك تؤلمك، إذن توقف عن الأكل. حسنا، سأساعدك حتى لا تمرض. أتساءل ماذا يفعل بيل؟ قد يكون جائعا الآن. بوتشي، اذهب وفتش عليه. احضر هذا السلك هناك. بوتشي، اريد السلك. بوتشي، هذا هذا. بوتشي، لا تلعب، احضر السلك الى هنا. بوتشي، اريد السلك. بوتشي، هذا هذا. كلا، لا اريد هذا، لا اريدها. اذهب. نعم، هذا هو، عظيم. عظيم يا بوتشي، عمل جيد.
قام بعمل جيد يا أنجلينا. جدي ليس هذا وقت الضحك، ذهب للبحث عن الكلب الشرير سيباستيان. إنه بخير، الكلب لا يؤذي سيباستيان، لا تقلقي. أنجلينا، هل أنت متأكدة أنك أقفلت الباب على سيباستيان؟ فرقة المطاردة خرجت لملاحقة الكلب الشرير. فرقة مطاردة؟ هل هرب ثانية؟ صعد إلى الجبل ثانية. إلى الجبل؟ الفرقة قررت قتل الكلب الأبيض اليوم. ماذا ستفعلين إذا طورت سيباستيان بالأمر؟ الأمر خطير. جدي. جون، ماذا حدث لك؟ أنت لست نفسك منذ البارحة. لا لا شيء. كالمانيول، الكلب الشرير سيظهر ثانية. هيا نسرع. بل أشخاص قادمون للبحث عنه، يجب أن نهرب بسرعة. هيا. لا يا بوتشي، يجب أن يهرب بل فورا.
حركة المطاردة قادمة، هيا بنا يا بال. لا تدعوه ينجو هذه المرة. يمسكون بك، اهرب بسرعة. اذهب بال، اهرب. هذه منطقة خطيرة. لا تقلق يا أنجلينا، إنه بخير. سيباستيان، أنا سعيدة، سعيدة أنك بخير. الكلب الأبيض الشرير؟ لا تقلقي، لا لا تقلقي. بال لا بال، بال ابتسم، إنهم أصدقائي. لا يا بال. إذن أنت هو بيل. تعال يا بيل. حسنا، أنا سعيدة، سعيدة أنك بخير. عجلنا، لا أستطيع التنفس. أنت ولد سيء، تقلقني كثيرا. أنا آسف، أنا آسف أنجلينا، أردت مساعدة بال فقط. لا بأس، هيا بنا إلى المنزل الآن. بال هيا بنا. سيباستيان، سيباستيان، لا يا سيباستيان توقف. آسف يا أنجلينا، انتظرني. أيها العجوز، إلى أين ذهب الكلب الشرير؟ الكلب الشرير؟ لم أشاهد كلبا. لا فائدة من الكذب يا استزال، رأيت سيباستيان لتوي مع الكلب، هيا أخبرنا فورا. ربما رأيت أرنبا واعتقدته الكلب الأبيض. Thank you.
أخ شكرا شكرا يا بيل. الكلب هرب إلى حدود البلاد. حسنا، هذا هو الممر الوحيد المؤدي إلى الحدود وهو ينتهي هناك. ابتعدوا أرجوكم، لا تذهبوا لا تذهبوا. الكلب هو صديق سيباستيان، أرجوكم لا تطلقوا النار عليه. إذا لم تتوقف عن هذا فسأضطر لسجنك بتهمة عرقلة مسيرة القانون. افعل ذلك إن استطع، لن أدعك تقوم بعملك هذا. أنت أيضا. سأحميهما معا، جدي وسيباستيان. الكلب ليس شريرا، أنتم جميعا مخطئون، أرجوكم أن تفهموا ذلك. هذه هي الحدود، لا يمكنك عبورها. سيباستيان لا. سيباستيان أنت لم تذهب خارج البلد أليس كذلك؟ سيباستيان هل ستذهب مهما كلف الأمر؟ سيباستيان إذا بقينا هنا سيقتل بال، سيقتل. سيباستيان لقد ربيتك مذ كنت طفلا، أعطيتك الحليب، قمت بتغيير ملابسك، اعتنيت بك واهتممت بأمرك. أنجلينا أحبك كثيرا، أرجوك دعين أذهب، أرجوك أرجوك يا أنجلينا. أنا خائفة عليك. هيا اذهب وكن حذرا. شكرا يا أنجلينا. سيباستيان على حدود إسبانيا ودع سيباستيان أنجلينا الشاب التي ربته وأحبته كثيرا، وكان الكلب الأبيض من جبال البيريني الذي اعتبر خطأ كلبا شريرا قد هرب من دورية الجبل التي كانت تطارده وقطع الحدود، ولحق به سيباستيان لمساعدته.